انا بفضل حمل السلاح عن المدرسه طبعا. ليش؟ لانه بسلاحي بقدر ارد ارض فلسطين، ولما ارد ارض فلسطين بقدر اتعلم. اذا تعلمت وما حملت السلاح مش راح اقدر، انه راح اخسر شغلي. لا، بفضل انه احمل سلاحي لاكسب الشغلتين. الفرق بين المدرسه انه المدرسه ما بيعلمونا كيف انه بكره كيف نروح نحرر فلسطين، وهيك بعلمونا انه كتب وهيك بس. لم يزل هنالك جنود اطفال في لبنان، يمكن ان نجدهم في المخيمات الفلسطينيه، وبعض الاحزاب في لبنان ايضا تدرب على استخدام الاسلحه الحربيه، ومنهم من يقوم بذلك تحت غطاء الانشطه الكشفيه. كمل. كيف نحرر؟ يدربنا المدرب، يعني نمشي كيف، اذا بدنا نمشي مثلا، اذا بدنا نفوت عمليه استشاريه كيف بدنا نفوتها، كيف بدنا نروح، كيف